بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا قررنا ان احنا كل ما نيجي نتكلم عن جليس بنتكلم عن جليس قاعد معنا يعني بنتكلم عن جليس بيكون موجود معنا بحق وحقيقي ما بنتكلمش عن جليس بيجي زي الفكرة لكن بنتكلم عن جليس بيأثر في حياتنا وتأثيره في حياتنا ده هو اللي بيخلينا نتكلم عنه أنا لاحظت في الفترة الأخيرة ومش بس في الفترة الأخيرة وأتوقع إن ده هيستمر شوية إن في تجارة بقت من أعظم التجارات اللي هيحصل لها رواج في الفترة القادمة. وأنا لاحظتها بقالها فترة وهي بتزيد 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 ومن المقترح إن هي تزيد أكتر. التجارة دي هي تجارة إيه؟ وبقى السمسار ده موجود معانا سمسرة التجارة دول كتروا أو بيمارسوا التجارة دي بمهارة فائقة. فيجعلوا النفوس ولا بسهوله تبقى اسيره لهذه التجاره ويبقوا محتاجين ان الناس تشوف الناس وهي بتتاجر في ده التجاره دي تجاره ايه تجاره القلق والمخاوف ايوه بالظبط الشعور اللي عندكم دي اه والله صح هتلاقي سماسره كتير للقلق كتير في حياتنا احنا متعودين ان احنا بنتكلم عننا ما نتكلمش عن حد تاني هتلاقوا سماسره كتير للقلق ويقدموا لك اطروحات ويقدموا لك كمان تحليلات تخليك تتاكد ان القلق فريضه وان انت لو ما قلقتش يبقى فيها كعيب اطروحات كلها فيها انك انت لو كنت حكيم لازم تقلق ولازم تقع تبقى غريق في ايه في بحر المخاوف والادله ما اقولكش الادله كلها موجوده على السوشيال ميديا وموجوده في وموجوده في الكلام في البيوت والكلام مع سواقين التاكسي ومع الزملاء في الشغل كلام في كل حته اقلق ازاي ما تقلقش؟ خليني اقول لكم حاجه زي ما بتشوف في تغير في الناس هما دايما بيتكلموا عن التغير بس كمان لما نيجي نتكلم عن التغير لازم كمان نتكلم عن التغيير لازم في تغييرات تحصل في المجتمع والاقتصاد والبيوت. فايه اللي يخليك مستقر وانت بتتكلم كده؟ انت ليه مستقر؟ ايه اللي ما يخليكش تقلق؟ يعني ايه اللي ما يخليكش قلبك يشتعل بنيران المخاوف والقلق؟ انت لازم تقلق؟ لا مش لازم تقلق. يعني ايه مش لازم تقلق؟ مش لازم لما يحصل اي مشكله او يلتهب الحال او يحصل اي ازمه مش لازم ان انت تكون قلقان فكره ان انت عشان تبقى انسان تبقى لازم تكون قلقان ويبقى انت بتقاس انسانيتك بمقدار هروبك من الواقع وعروبك من اللي بيحصل ده مش هي دي الانسانيه القلق يا ساده قد ما احنا بنقلق قد ما امنا بالله سبحانه وتعالى بيكون على المحك الله يا ساده امننا فأمننا من عند الله سبحانه وتعالى. النبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة. واعلم انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. لهذه الدرجة لدرجة ان انت لو رحت هربت من مكان من رزقك، رزقك ده هيجيلك غصب عنك. فاكرين الفيديوهات اللي كان بيجيبها الدكتور مصطفى محمود لما كان يجيب ازاي الدوده في وسط الشجره بتتخرم الشجره من طائر ومن ومن ارض فتوصل لها رزقها وهي جوه جوه جوف الشجره. الانسان بيوصل له رزقه وهو في رحم امه. الانسان وهو في جوف الجبل ربنا بيبعت له رزقه. فلو سالتك ايه مصدر قلقك يا سيدي؟ هتقولي التغيرات الاقتصادية والتغيرات النفسية وتغيرات العلاقات وتغيرات الناس فأنا بقيت مش قادر أكون مطمئن في بيتي. زوجتي مش بتح مش بتتحمل معايا أعباء الحياة. أولادي مش بيقدروني ولا بيقدروا متاعبي اللي أنا بعيشها من أجلهم. فأنا قلقان إن في المستقبل أكون لوحدي وما يكونش معايا حد وما ومحدش يقدرني ويكون المستقبل مستقبل مش مريح ولا مستقبل سعيد بس حضره النبي علمنا بيعلمنا ايه بيعلمنا جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم جوامع كلمه يعني الاشياء الكلام اللي فيه حضره النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوتيت جوامع الكلم يبقى حضره النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حاصل الكلام بتاع حضره النبي واسع فعشان كده ما نتغافلش حضره النبي صلى الله عليه وسلم حاول يفوقنا وما يخليناش نغرق في اوحال نفسنا الاماره بالسوء فقال لنا قارن ما بين نموذجين نموذج هيشوف الدنيا بطريقه ونموذج تاني هيشوف الدنيا بطريقه فقال حضره النبي ايه لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء بقيه الحديث بيقول لنا بيكون لنا منطق بيعمل لنا عقلية ذهنية لازم نعيش بيها مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول إيه ولكن, ولكن الله سقى الكافر منها شربة ماء إذن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة فكأن المعنى أننا لازم نعبد الله سبحانه وتعالى ونعيد نظرتنا للدنيا والحياة ونشوفهم من عند ربنا سبحانه وتعالى خليني أقول لكم حاجة أنت ممكن من حقك وأنا بكلمك كده تقول لي انت بتعمل كده ليه تسال نفسك انا هو أنا, انا بحاول اعمل ايه انا بحاول حاجه واحده بس بحاول اخليك تعيش الامان تعيش الطمانينه انا بحاول مش اكلمك على الازمه اللي احنا فيها ولا بحاول اكلمك على اللي انت فيه دلوقتي انا بحاول اعرف ان المده دي والوقت اللي احنا فيه ده هو الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا رساله، الرساله بتقول ايه؟ ان الكريم وان الودود لا يمكن ان اكون قد اجريت عليكم هذه الاحوال لكي اعذبكم انا لا اريد ان اعذبك ولكن اريد ان اهذبك كل تغير في الحياه بتاعتنا حتى على فكره علماء الاجتماع وعلماء النفس بيقولوا ان كل تغير بيحصل في الحياه بيستقر الانسان ويتزن اذا كان حدث فيه تغيير. يبقى كل تغير محتاج لتغيير وممكن يكون ده مصدق قوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى كل المعادلات اللي بيستخدمها تجار وسماسره القلق بتشترك في انها بتتكلم بنظره واحده. ايه هي النظره؟ ان الله خارج المعادله. هتحس ان هم بيعملوا ايه؟ بيكلموك على كل حاجه بدون ربنا. فانت هتعمل ايه؟ لو ارتفعت الاسعار، هتعمل ايه لو اتغير الناس؟ هتعمل ايه لو ان اولادك ما بقوش جيل زد ما بيحترمش الاباء ولا جيل زد ما بيحبش, ما بيحبش الانتماء ولا ترتبك. كنت زمان لما اروح لشيخي واقول له عشان تشوف بقى شيخي كان بيعمل ايه بقى؟ بيربيني. كان شيخي يقول لي ايه؟ لما اقول له ان انا تعبان وحاسس بالهم يقول لي ومعاك ربنا سؤال كان سؤال بيفوقني سؤال بيخليني افهم حاجه تانية خالص هو انا كنت شايف الحدث ولا شايف الحاله اللي انا فيها ازاي اجد ان انا كنت شايف الحدث او الحاله وليس الله معي انت لما بتفكر بعيد عن الله سبحانه وتعالى بتشوف الدنيا شيء عظيم مليء والايام والليالي تاتي بالاحداث الجسام اللي مش قادر على مواجهتها قال لك ان انت كنت بتواجه الاشياء دي بحولك وقوتك اصلا انت لا تواجه شيء انت عبد وسيدك هو اللي بيحمل عنك سمعت قوله تعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر اذا سيدك هو اللي بيحمل عنك انت لك سيد قال لك أليس الله بكاف عبده وانت تقول له مش مصدق أنا الآن هو سبحانه وتعالى على عودك إلا حسنة وهل أسدى إليك إلا مننا كم مرة شفت نفسك وانت رايح في الضياع وخرجك سبحانه وتعالى من الضياع ده وأنقذك انت نسيت ان انت عبد اللطيف نسيت ان انت عبد الكريم نسيت ان انت عبد الودود نسيت ان انت عبد اللطيف سبحانه وتعالى يبقى تعالوا نخرج من النظره دي نظره ان احنا نشوف الدنيا من عندنا ويبقى النظره المسيطره علينا حولنا وقو وقوتنا وتعالوا نشوف الدنيا من عند الله عبد امام وسائل وسيد يملك العبد والوسائل المال وسائل الجاه وسائل الاكل الشرب الحياه الشجر السماوات كل وسائل وعبد والسيد سبحانه وتعالى يملك العبد والوسائل سؤال فما ظنكم برب العالمين تظنك ايه برب العالمين ما ودعك ربك وما قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه افهم واكتب على قلبك الباقي معك ما ودعك. يا سيدي احنا مش بنصنع حياتنا بالتخطيط على فكره. لاحسن حد يكون فاكر ان انا بقوله له ارمي حمولك على ربنا وما تخططش. لا احنا بنخطط. بس لازم نضع التخطيط في مكان لكن احنا بنبقى عايزين بالتخطيط دي ان نرضي ربنا بالتخطيط. لان التخطيط عباده. ايه يعني ايه؟ يعني ايه التخطيط؟ اخذك بالاسباب وتخطيطك لهذه الاسباب لتصل الى النتائج دي عباده بس مش معنى كده ان انت بتصنع الحياه. حياتك انت بتعيشها مش بتصنعها لان حياتك مصنوعه على عين الله فانك باعيننا. ربنا هو اللي بيصنع الحياه، الله خالق كل شيء. فاحنا بنسعى ونفتح ابوابنا ونفتح قلوبنا ونفتح حياتنا عشان ربنا يصب لنا عطاء فيه والارزاق كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يبقى احنا بالتخطيط بنمشي فتحين الاوعيه والاكياس عشان ايه الا ان لله في ايام دهركم لنفحات خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار فاحنا بتخطيطنا فلما بنخطط بنسير الى الله لانه هو بيحب ان احنا نخطط نرجو ان هو يرانا مش كسالة ولا عجزه واننا لا نقبل عليه لا نقبل عليه بمنتنا ونحن لا نقبل عليه ولكن باستثمار نعمته هو اللي مانن علينا مش احنا اللي بنمن عليه وعشان كده احنا بنقبل على الله بان احنا نستثمر نعمته ومنته ولئن شكرتم لازيدنكم فتخططنا واستثمار لمدده سبحانه وتعالى في مرضاته سبحانه وتعالى ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون ليه سبحانه ما قالناش رزقه رزقكم عندي وما توعدون عشان يعرفنا بتعبير عربي بديع ان ارزقنا لن يصل اليها احد من اللي يقدر يرمس السماء فرزقنا, فرزق فرزقنا الله سبحانه وتعالى هذا المعنى جعل رزقنا في السماء عند مولانا لا يصل إليه أحد لأن أرزقنا محفوظة بعين الأحد فما فيش حد يقدر يوصل لأرزقنا وعشان كده نبقى احنا فاهمين لا نتخيل أن أرزقنا يتحكم فيها أحد لأنها بيد الأحد وهنا بقى هنشوف نظرتين نظرة الآن اللي تجروا عليه وسمسروا له القلق والنظرة دي جاية من عند مين؟ هقول لكم مين اللي جايبها لنا الشيطان يعدكم الفقر ايه ده الشيطان بيعدنا ايه بيعدنا الفقر فكل صوت بيكلمك عن الفقر فهو صوت شيطاني ليه الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء طب والصوت الثاني اللي بيامرني بالـ 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 بالامل والاقبال على الله ده صوت رحماني من عند الله والله يعدكم مغفره منه وفضله والله واسع عليم. الله اوسع من حياتك الضيقه. اوسع من ايامك ولياليك. الله ما زال يخلق وهو الان على ما عليه كان هو ما زال يخلق وما زال يبدع. فالله لا يجري عليه لا يجري عليه ما يجري علينا ولذلك هو لا يجري عليك الاحداث زي ما قلت لك عشان يعذبك ولكن بيجري عليك الاحداث ليه؟ ليهذبك تكون مهذب فتعرف كيف ترى الأحداث طب حد يجي يقول لي بقى إزاي بقى نزيح القلق ده؟ ونرى الدنيا من عند الله نروح بقى من ننتقل من الشيطان ويعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ونروح الجهة الثانية والله يعدكم منه والله يعدكم مغفرة منه وإيه؟ وفضلا نروح الناحية الثانية بقى والله فلما نروح الناحية الثانية فإيه؟ والله واسع عليم يا سلام وسع الله. أول حاجة عشان نقدر نعمل ده هقول لك على حاجات عملية ممكن نعيشها احنا. أول حاجة زود مصادر كسبك. لون وعدد مصادر كسبك. لا لأنك ترى أن رزقك يأتي من كسبك ولكن لأنك تريد أن أنت تقول لله أعلم أنك أردتني أن أخرج من كسلي ومن همي. وأردت أن تزيح عن كاهلي كل همومي يا من أسعى إليك فالسعي ليس سعيا للمال ولكن سعيا لترى رزق الرب المتعال فغيروا ووسعوا كسبكم ووسعوا كسبكم عشان انتوا عشان تشوفوا ايه رزق الواسع في ناس تفضل حط نفسها في هذا الأمر وكأنه أنا آسف يعني وكأنهم بيختبروا الله أنت مش قلت أن أنت هتوسع رزقنا طب واحنا معتقدين ان انت هتوسع رزقنا طب ما تمشي الى الرزق عشان هتشوف ساعه الرزق في الطريق لما تتقدم وتمشي وتتحرك هتشوف ساعه رزق الله سبحانه وتعالى فوسعوا كسبكم ليه لان الله لا يضيع اجر من احسن عمله ولان الله سبحانه وتعالى ماذا يرزق من يشاء بغير حساب ولان الله سبحانه وتعالى طلب منا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اعملوا ولذلك حضرة النبي قال اعملوا فإنه كل ميسر لما خلق له اشتغلوا يبقى أول حاجة وسع مصادر رزقك ونوعها وما تحاولش تعمل لنفسك نمط في الرزق أنا والله أنا والله معايا أنا عندي شهادة فلانية فمش هشتغل الشغلانة دي ازاي اشتغل في اشياء خدمية يعني ده انا رجل جاي ما شوف بقى التسمية انا اتسمحوا لي بعد اذن حضراتكم ان انا اقول لكم ان انا شايف ان فكرة تسمية بعض الكليات بان هي كليات قمة في بعض الاحيان بيبقى التسمية دي جاية من نفس الامارة بالسوق لان احنا لما بننزل الحياة اذا كانت الحياة القمة فيها بالاخلاق فبتكون فعلاً الدراسة اللي انا درستها او العلم اللي انا اتعلمته لو ما تحولش الى سلوك إلى حياه ما الانسان ده في القمه. القمه هي وانك لعلى خلق عظيم. فعشان كده خليك صاحب اخلاق. صاحب اخلاق يعني مهما كانت شهادتك، مهما كانت الدرجه اللي انت حصلت عليها نوع مصادر رزقك واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يعطي الارزاق للعباد. يعطي الارزاق للعباد اذا اجتهدوا. مش هيبقى غريب إن أنا أقول لك إن كتير من الأنبياء الله سبحانه وتعالى كانوا بيعملوا مهن يدوية بعضهم كان نجاراً وبعضهم كان حداداً فإيه اللي حاصل وبعضهم كان راعياً فما فيش مهنة هتنقص منك لكن اللي هينقص منك إنك تعيش وإنت بتختبر مولاك وتعيش وإنت بتضايق على نفسك أنا أقول لكم حاجة الظرف اللي إحنا فيه والوقت اللي إحنا فيه أنا دايماً بقول لقد أذن مؤذن الرجولة. إيه مؤذن الرجولة ده؟ عندما تأتي الأحداث الثقيلة فإن الأحداث فيها منادٍ ينادي من استطاع أن يتحملني ويرى في ذلك مدداً من الله فهو داخل في قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى هنا هو الصدق على ما عادت الله عليه انت عايدت الله عليه ايه عايدت الله عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي يبقى دي اول حاجه نوع اشكال الكسب الحاجه الثانيه غيروا نمط الاستهلاك انا عايز اقول لكم حاجه احنا اتضحك علينا شويه لان جت فكره كده جابتها الحضاره الكميه وراحت مسرباها لينا ايه يا سيدي السعاده علامتها الرفاهه طيب يا سيدي ومؤشر الرفاهة ودليل الرفاهة هو الاستهلاك فكلما استهلكت كنت من أصحاب الرفاهة وبذلك تكون سعيدا فالناس استهلكت وما بقوش سعداء الأولاد اتعلموا أنهم نجيب لهم اللعب ونجيب لهم الأكل ونجيب لهم البطاطس ونجيب لهم الحاجات وهم بيعيطوا فده أكبر دليل على أن الاستهلاك مش هو سبب السعادة وعشان كده دي أكذوبة اتت بيها مين؟ الحضاره الكميه، لازم نتخلص من الاكاذيب دي. وكلما تخلصنا من ده كلما تحررنا، شوف سيدنا عمر وهو بيحرر نفسه بيحرر الناس وبيقول كلمه، أو كلما اشتهيتم اشتريتم؟ تعالوا نتحرر. اقول لكم حاجه تعالوا كتير من المستويات الاجتماعيه تعالوا نتحرر من فكره البراندات ونتعامل مع الاصلح، نتعامل مع الاحسن. هل معنى كده بقول ان البنردات حرام لا خالص بقول لك تحرروا تحرر ولذلك ايه اللي حاصل حرروا انفسكم بحكمه بحكمه ايه يؤتي الحكمه يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا دي بدايه دي بقيت دا 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 تحقيق على قول ايه والله واسع عليم وعشان الله سبحانه وتعالى واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء وما يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب ايه ده يبقى هنا لازم ندخل الحكمه والحكمه ان اضع الاشياء في موضعها فتعالوا نغير نمط استهلاكنا احنا في حاجات كثيره جدا بنستعملها سواء الراجل او الست سواء الاب او الام او الاولاد كل واحد فينا نمط الاستهلاك بقى في غايه السوء يعني ايه راجل يشرب علبتين سجاير يا يعني اما السجاير حرام اصلا وبعدين يشتكي يعني ايه ست مثلا بتشتكي وهي مصره على انها تجيب اشياء وتركنها لغايه ما تبوظ يعني ايه اولاد عندهم عندهم ان هم بيشغلوا فراغهم العاطفي باكل وشرب وحاجات ولعب محتاجين نفكر تاني هقول لكم حاجه لما الناس بتشغل نفسها بالاستهلاك بتموت المواهب فيها والله العظيم مليت الكلام دوت الناس لما بيشتغلوا بيشغلوا, بيشغلوا عواطفهم بالاستهلاك بتموت بتموت المواهب فيهم وتموت الهوايات يعني هو بدل ما يقوم يتحرك ويمشي خطوتين يقول لك انا هجيب حاجه كده اكلها قدام وانا قاعد قدام ما اعرفش ايه كده محتاجين نتناقش في نمط الاستهلاك بس انا بحذر لما تيجي تغير نمط الاستهلاك اوعى تقول تيجي تقول للأولاد والله احنا هنشيل ده ونشيل ده ونشيل ده ونشيل ده تعال نقعد مع بعض انا انت واولادك وتعلم من اولادك اسالهم السؤال ده تعالوا يا اولاد تعالوا نتكلم بشكل واضح ايه اللي احنا محتاجينه وما نقدرش نعيش من غيره وايه الاشياء اللي ممكن نستغنى عنها ونفهمهم فكره الثقافه اللي الثقافه الكميه اللي جت لنا وعلمتنا ان انت هتبقى سعيد لما تستهلك كتير تالت حاجه امتى اخر مره حسيت بانزيم الرضا انزيم الرضا بيجري في جسدك. فرأيت ابتسامة قلبك اللي فيها رضا عن الله سبحانه وتعالى. وعشان كده هقول لكم شوية إجراءات كده ممكن نجربها على نفسنا. ابدأ مع نفسك وابحث عن قدراتك واللي تقدر تعمله من عمل ابحث عن في علاقاتك مع الناس. وابتدي استثمر الحاجات اللي أنت شاطر فيها. واعمل بيها عمل جديد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيبشرك من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له. وعشان كده الله يعدكم مغفره منه وفضله توكل على الله. شوف قدراتك وشوف علاقاتك واستثمر قدراتك من خلال علاقاتك. الحاجه الثانيه اقعد مع اولادك واتكلموا عن محت عن احتياجاتكم واللي انتم محتاجينه بشكل اساسي. ولكن ده هيحتاج منك ان انت تغير من طريقه تعاملك مع اسرتك فتنتقل من مساله الفرض الراي والسيطره الى المشاركه ان انت تسمعهم اكتر عشان يبقوا راضيين ويتعلموا قيمه ان هم يكونوا راشدين في حاجه اسمها الرشد خل ادي اتيح لولادك ولزوجتك والكل اللي معاك فرصه أنهم يكونوا راشدين واطرح عليهم اسئله مش خاصه حاجه وما تفتكرش انك هتجرحهم لما تعدلوا ولا تغيروا نمط استهلاككم ده عشان هما هيتمنوا من بعض الاشياء الانسان بيتربى على فكره بالاشياء المتروكه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالإنسان بيتربى بالترك ساعات أكتر ما بيتربى بالأخذ فيتعلم حسن الاختيار وإيه اللي يجب أنه يفعله وإيه اللي يجب ان هو ما يفعلوش هنا هيتعلم حسن الاختيار الحاجة الثالثة خلوا في بيوتكم مجلس لحمد الله سبحانه وتعالى وياريت كل يبقى في مجلس الحمد لله سبحانه وتعالى ده كل اسبوع اجلسوا واحمدوا ربنا سبحانه وتعالى احمدوا ربنا سبحانه وتعالى على عطاياه ورزقه وازاي هو موسع علينا وازاي هو مكرمنا واجمل حاجه ممكن نعملها ان احنا نجعل المجلس ده يبقى في 100 مرة حمد الله وكل واحد فينا بعد كده كل فرد من أفراد الأسرة يحمد ربنا على نعمة هو شايف إن هي محور حياته، ويرى إن هو يستطيع إن هو يعيش بيها مهما كانت الظروف، وساعتها هتدخلوا كلكم لحضرة مولاكم، وإنت مكتوب على قلوبكم الباقي معك ما ودعك. يا سادة أنا مش شايف إن واحد يشوف الدنيا من عند الله المفروض يقلق لانه قلقه لان القلق هيدخلك في ظلمه نفق لكن انا شايف ان العبد اللي بيشوف الدنيا من عند مولاه يرى مولاه حتى الان يتفضل ويتكرم وينزل عليه من العطاء ما يدخله في حضره الانس وحضره الرعايه ولكن من رضي فله الرضا يا رب جعلنا ندفع بنفس مستقره كل اسباب القلق والخوف بالرضا وبالسعي وبتغيير انفسنا حتى نستحق ان نكون ممن غيرت حياتهم الى احسن حال لانهم احسنوا عليك الاقبال يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اجعلنا دوما نتغير ونتبدل الى ما تحب وترضى يا رب العالمين